بالنسبة للظروف اللي احنا فيها من ضيق المعيشة وطنك الحال وارتفاع الإيجارات على السكان في الشقق الخاصة يعني، ففي الدولة بتطرح شقق لا يجوز الذهاب إلى شقق الإسكان إلا عند الاضطرار، وكل ينظر ضرورته. الاضطرار يا مولانا، يعني لو أنا مش معايا ثمن الإيجار وأنا الاضطرار اللي هو أنا يا ليتك معايا ثمن الإيجار يا ليتك وأقدر أستحمل مثلا إيجار وكده، بس عايز أوسع نفسي موضوع أمتلك حاجة يعني. ليتك تبتعد قدر استطاعتك.